Okay, last section in this chapter, still with equations and inequalities. And here we'll solve another type, اللي هم المعادلات اللي فيهم absolute value. تكون معادلة فيها absolute value. Of course, في أنواع كثيرة من المعادلات, مش ندرسها كلها. In this section, بعض المعادلات اللي فيهم absolute value. نذكر بالabsolute value. قلنا الabsolute value of 5 هي 5 و absolute value of negative 5 هي 5. So the result is always a positive number. إذن الabsolute value ممكن نترجمها graphically. كيف نترجمها graphically؟ Graphically ممكن نترجمها as the distance, مسافة. You know all that the distance is always positive. المسافة بين الدمام والخبر 20 كيلو, بين الخبر والدمام كم؟ 20 كيلومتر. إذن الاتجاه مش مهم في المسافة. So the absolute value graphically it is the distance between negative 5 and 0. Or the distance between 5 and 0. إذن في المسافات مش مهم هل تمشي على اليمين أو تمشي على اليسار. الاتجاه غير مهم. The direction is not important. Okay? Only tool هذا هو important. إذن الطول هذا هو الـ absolute value of 5. كم يبعد 5 على الـ origin 0؟ كم يبعد negative 5 على الـ origin 0؟ هذه هي الـ absolute value geometrically. Okay. وقلنا إذا A positive its absolute value هي نفسه. إذا اللي داخل الـ absolute value negative لازم نغير كل الإشارات. تعطيني negative A. Absolute value of 1 minus square root of 2. كم هذه؟ هذه للداخل معروف أن 1 أصغر من square root of 2. إذن بما أنه إن اللي داخل نيجاتيف, لما نشيل القيمة المطلقة شو يصير؟ نعكس كل الإشارات. سوى تصير square root of 2 minus 1. أوكي؟ وماينس مش نغير كل الإشارات تصير بلاس, لا, نعكسها كلها. اللي كانت بلاس تصير ماينس, اللي كانت ماينس تصير بلاس. اوكي, نعكس كل الاشارات, مو نحولها كلها موجب جمع, لا. هذاري من الفرق. فيه ناس يقول لك absolute value يعني موجب, يجي يقول لك يصير كلها موجب, تصير واحد زائد جذر اثنين. Of course this is false. اوكي, اذا هذه الابسولوت فاليو اللي اذا اللي داخل القيمه المطلقه موجب, نشيل القيمه المطلقه بدون اي تعديل. We remove absolute value without any modification. If the quantity inside the absolute value is negative, we remove the absolute value, but we change all signs. نغير كل الاشارات. اوكي, اذا هذا تفكير على السريع بالابسولوت فاليو. اذا 0 هي 0. So we have two cases, حسب اللي الداخل, حسب عنا two cases, is it positive or is it negative. If it is positive نشيل القيمة المطلقة بدون تعديل, اذا negative نشيل القيمة المطلقة ونحط minus على الكل. اوكي, اي ممكن يكون عدد او يكون مجموعه اعداد او مجموعه حروف. It doesn't matter, we switch all signs, نغير كل الاشارات. So the distance between two points, الحين اذا عندنا نقطتين, what is the distance between, then هذا 1 2 3 negative 1, negative 2, negative 3. إذا كم المسافة, هذه النقطة مثلا A, هذه النقطة B,
كم الديستنس بين A and B؟ المسافة بين A and B نرمزلها ب D distance. كم المسافة؟ positive 5. نحسب كم خطوة مشينا 1 2 3 4 5. So here the distance is 5. شو القانون؟ القانون قلنا distance هي absolute value. Then هي absolute value of 3 الوصول minus الانطلاق minus 2. يعني absolute value of 5. والترتيب مش مهم، قلنا نمشي من A إلى B ولا من B إلى A نفس الشيء، الاتجاه مش مهم. إذن هي أيضا negative 2 minus 3 يعني absolute value of negative 5. Yeah. إذن the distance between A and B هي إما absolute value of A minus B or the absolute value of B minus A. هي the length of the segment joining the two points. طول القطعة المستقيمة اللي تربط هذا من النقطة دي. Okay. So what is the distance of 3 and negative 2؟ بالحظ هذا المثال اللي أنا سويته. إذن هي القيمة المطلقة لهذا ناقص هذا. بالرسمة شو نسوي؟ نحسب كم خطوة مشينا بين negative 2 و 3. 1 2 3 4 5. So the distance is 5 units. الحين إذا عندي معادلة equation فيها absolute value، إذا قال لي what are the real numbers x for which the absolute value of x equals 7. قلنا الـ absolute value عندنا خيارين، شو معناها 7؟ معناها احنا كنا في الـ origin، كنا واقفين في البيت ولازم نمشي 1 2 3 4 5 6 7 units. لكن 7 units ممكن نمشيهم على اليمين وممكن نمشيهم على اليسار. اذا عندي how many solutions؟ عندي 2 solutions، يا اما x negative 7 يا اما x 7. القيمة المطلقة عندي 2 possibilities، امشي على اليمين او امشي على اليسار. اوكي، اتحرك على الخط. اذا اتحرك يمين او يسار، رايت اور ليفت. سو اذا مشيت على الرايت 7 يونتس، اصل النقطه 7. اذا مشيت تو ذا ليفت 7 يونتس، اصل النقطه نيجاتيف 7. سو تو بوسيبيليتيز، تو سولوشنز. شو رايكم في المعادلة absolute value of x equals negative 3؟ فاي. هذه فاي ليش؟ لأنه absolute value cannot equal negative number. It is always positive. سؤال بس يا دكتور. تفضل. لو أعطاني شرط قال إن x أقل من اللي هو صفر، يعني تكون سالب، يصير سالب x تساوي سالب 3 زي كده. لا. ويطلع ما على طول فاي نحط ولا؟ على طول فاي، لأنه قيمة مطلقة يساوي عدد سالب، مستحيل. مهما كان اللي الداخل، مهما كان اللي الداخل، اللي تحط بالداخل اللي تحب. مستحيل يكون عدد سالب النتيجة. Absolute value is always positive. It cannot be negative. اوكي، اذا خلينا نحل المعادله هذه equation absolute value equation. الهدف انه نشيل الابسولوت فاليو. اذا كيف نشيلها؟ قلنا equals 5، يعني راح نتحرك يا اما 5 to the right 5 units or نتحرك 5 units to the left. إذن عندي 2 possibilities. إذن يا إما اللي داخل الـ absolute value هو 5، أو اللي داخل الـ absolute value equals كم؟
ناقص 5 ونيجاتيف 5 or minus 5. إذن عنا two possibilities plus or minus 5. بتصير معادلة عادية linear equation. نحلها 5 plus 1 نقول هذا وبعدين نقسم على 2 تصير 5 plus 1 6 over 2 يعني x equal 3 or 2x equals minus 5 plus 1 نقول هذا إذن x equals minus 4 over 2 يعني x equal negative 2 إذن we have two solution. The solution set negative 2 to 3. حاول تسوي check هنا تعطيك الاثنين يعطيك 5. واضحة؟ إذن two possibilities 5 or negative 5 بعد ما نشيل القيمة المطلقة. اوكي ما حطيتش قيمة مطلقة يساوي سالب 5 لا اللي داخل القيمة المطلقة ممكن يكون minus 5. إذن هذه شو رأيكم على السريع؟ أول شيء ناكس يا دكتور يصير 3x ناقص 1. ما يحتاج إنك تعكس، هو كلامك ممكن يكون صحيح، لكن هنا أسهل شيء إنك ما تصعبها، تشيل القيمة المطلقة، تكتب اللي داخل يساوي 7 يساوي سالب 7 يا 7 يا سالب 7 اذا تعكس هذا الطرف الثاني اوكي اسهل وبعدين تعزل اكس وتشوف الحل اذا ممكن مثلا ننقل هنا 3 اكس هنا وننقل 7 للناحيه الثانيه مثلا قلنا المهم اكس في مكان والاعداد في مكان على كيفكم اذا سالب 6 ونقسم على 3 إذن x بنيجاتيف 2 هنا سالب 3x ممكن ننقل ال1 يصير نيجاتيف 1 نيجاتيف 7 كم ماينس 1 ماينس 7 بكم؟ نيجاتيف 1 في ماينس 8 8 بعدين نقسم على سالب 3 هل ممكن نبسط هذه؟ نعم شتصير بعد ما نبسطها 8 over 3 8 over 3 minus على minus plus so these are the two solution واضحة الـ equation واضحة with absolute value تشيل الـ absolute value وتحط الـ right side يا plus يا minus وتحل two equations الانيكواليتي الحين شو معناها absolute value of x less than 3 less than 3 هنا equal 3 وهنا equal 3 يمين ويسار قلنا هذا يساوي 3 هذا يساوي 3 شو معناها less than 3 يعني ممكن تكون 1 distance or ممكن تكون 2 يعني مشينا بس ما وصلنا هنا وقفنا قبل يعني مشينا وخلص البنزين ووقفنا هنا ولا جانا تليفون وقالنا ارجع اوكي اذا absolute value less than 3 يعني ما فوت الثلاثة على اليمين وما فوت minus 3 على اليسار اوكي اذا راح يكون عندك الجزء هذا كامل يعني مشيت أقل من 3 units إذن هذه الحالة متاحة يعني الX محصورة بين 3 ونيجاتيف 3 لسه داخل ما طلعنا برا ما فتنا النقطة هذه ولا عدينا النقطة هذه على اليمين ما فوتنا الثلاثة وعلى اليسار وقفنا قبل النيجاتيف 3 الحين أكبر شو راح يصير؟ ايش معناها اكبر؟ اكبر يعني فوتنا الثلاثة اكبر يعني احنا هنا على اليمين او احنا هنا على اليسار هذا ايش معناها اكبر؟ يعني فوتنا الثري يعني ممكن موجودين هنا او هنا او somewhere here or somewhere here
إذن لما absolute value greater than a number يعني ثلاثة أو ما لا نهاية، وهنا يعني سالب ثلاثة أو شينا على اليسار سالب ما لا نهاية. نفتح ولا نسكر كيف نعرف؟ نقفل يا دكتور لأنه قال هل عنا يساوي أو لا؟ إذن هنا نقفل. أوكي؟ إذن هنا عنا two pieces والtwo pieces هذو منفصلين no intersection، إذن تبقى بينهم union، مش ممكن نكتبها as one interval، يبقى the union of two pieces، يا إما على أقصى اليسار يا إما أنا موجود في أقصى اليمين. أوكي؟ سو يا إما أصغر من سالب ثلاثة أو أكبر من ثلاثة. في طلاب يكتبوا يجمعوها في one inequality، يقول لك x أكبر من ثلاثة أو x أصغر من سالب ثلاثة، لكن رياضيا خطأ هذه، لأنه إيش معناها؟ معناها كأني ثلاثة أصغر من سالب ثلاثة اللي هو خطأ. then please ما تكتبوها في one inequality، خليوها as two inequalities، مش في الأخير تعرف اللي هي union two pieces. إذن إذا أصغر رانا في النص، رانا double inequality، رانا one interval. إذا أكبر رانا في طرفين، يعني union of two intervals. هذه مهمة طلاب كثير يخطئوا فيها، هذه نقطة من النقاط اللي الطلاب عندهم مشكلة فيها. إذن this is the solution. إذن إذا قلنا إذا عندنا absolute value less than or equal a، بالطبع هذا لازم يكون positive، تصير عندي double inequality. زي اللي حنيناها section 3. إذن ناخذ الحل هو في النص. إذا عنا أكبر أو يساوي راح يكون عنا two inequalities، two inequalities، فرق بين double و two. وفي الحالة هذه إيش ناخذ؟ ناخذ أقصى اليسار وأقصى اليمين. It's a union of two intervals. Okay. نفتح ولا نسكر حسب يساوي أو لا يساوي. This is the strategy to solve an absolute value inequality. Then solve this. إذن هنا how to solve it؟ السؤال شو راح يكون عندي؟ Double inequality or two inequalities؟ شو رأيكم؟ دبل. هذه ولا هذه؟ دبل. دبل. هذه دبل. لأنه أصغر، لأنه دائما أرسمه، إذا ما عرفت أرسمه أصغر يعني أنا الداخل، أنا موجود هنا، موجود هنا، يعني دبل إنيكواليتي بين مين ومين؟ بين خمسة و على اليسار بين عشر وسالب خمسة. خلاص إذا شلت القيمة المطلقة نرجع للسكشن 3. إذن هنا في السكشن 5 عندنا فقط خطوة زيادة على اللي شفناه في السكشن 3. لما نشيل القيمة المطلقة شي يصير؟ يا يصير يا موجودين هنا أو موجودين هنا. بعدين double inequality كيف نحلها؟ إنه نعزل X، إذا نضيف 1 للكل تصير 3X، تصير 6، تصير negative 4، نقسم على ثلاثة لكن لما نقسم ولا نضرب في الانيكواليتيز بكافر. نغير ولا ما نغير؟ ما نغير. إذا كان سالب نغير. نغير. قسمنا على ثلاثة موجب ما نغير. ستة على ثلاثة باثنين. So what is the solution here؟ minus 4 over 3 and 2. مفتوح ولا مسكر؟
مسكر. مسكر كله. مسكر. closed. إذن نفس السؤال هنا. شو رأيكم؟ double inequality or two inequalities? Two inequalities. لأنها أكبر من. لأن هنا أكبر. أكبر إيش معناها؟ أرسم. يعني يا إما هنا يا إما هنا. هذا no. إذا إيش عنا؟ عنا two pieces, two inequalities. يعني عندي two inequalities. Three ناقص 2x, three ناقص 2x. شو two inequalities هذا؟ Seven and minus seven. Seven over minus seven. هنا خطأ ثاني. شو نحط في seven؟ وين seven؟ seven موجودة هنا. إذا شو نحط؟ أكبر ولا أصغر؟ Greater than. إذن على يمين السافن إذن أكبر وفي السالب سبعة عشان نحط less than إذن هنا less than أصغر من سالب سبعة ما تحطوهم زوز أكبر ولا زوز أصغر واحدة أكبر لأنه على يمين السبعة وعلى يسار السالب سبعة على يسار عدد يعني أصغر منه على يمين عدد يعني أكبر منه واضح؟ two inequalities واحدة less واحدة greater than ونحل إذن سالب 2x أكبر من 7 ناقص 3 سالب 2x أكبر من 4 يعني x 4 على سالب 2 ناقص الإشارة أصغر. ناقص أصغر. الإشارة بكافل ناقص الإشارة إذن x أصغر من minus 2 هذه ننقل هذه 3 زائد 7 أصغر من 2x يعني 10 أصغر من 2x يعني x 10 على 2 هنا أكبر ولا أصغر we keep ولا we change direction we keep هنا we keep direction يعني قسمنا على 2 إذن x أكبر من 5 Then what is the solution? هذا إيش تعطيني؟ Negative infinity to minus two. سالب من النهاية إلى سالب اثنين مفتوح. Union five, two pieces, two inequalities. من خمسة. To infinity, open. إذن هذه ننصحكم إنكم تعيدوها. Practice. شباب كلمة سر هي البراكتس لازمك تعيد تشتغل بيدك مرة واثنين وثلاثة طيب يا دكتور نعم لو كانت المعادلة لسذن يعني زي هذه ايه يا دكتور كيف الحل كيف طريقة الحل قلنا لسذن شو معناها لسذن يعني في النص اوكي يعني دبل انيكواليتي اوكي تمام يعني في النص يعني 9 بين 9 وسالب 9 في النص اوكي تمام واضح شكرا لك يعني تشيل 5 3x 4 سالب 14 تقسم على 3 تغير ولا ما تغير لا ما تغير ما تغير إذن what is the solution من سال ما negative 14 over 3 حتى 4 over 3 وخلصنا واضحة واضحة الثاني أكبر قلنا أكبر تحط ال 8 وال negative 8 أكبر يا إما هنا يا إما هنا يعني عندنا two pieces يعني تكتب ال 5 negative 3x للداخل ما تغيرها عندنا مرة negative 8 ومرة 8 هنا شو نحط؟ less than أصغر لأنه على اليسار وهنا شو نحط؟ bigger than أكبر أوكي يا إما right greater than 8 يا اما left less than 8
لأنه less than 8 negative 9 أبعد بعيدة على الصفر بعيدة النقطة البعيدة تمشي أوكي okay. إذن 5 جيب 8 من هنا تودي 3x من هناك تصير 13x على 3 إذن هذا الجزء هو 13 over 3 إلى ما لا نهاية الجزء هذا negative 3x أكبر 8 minus 5 أكبر من 3 إذا x 3 على negative 3 شي يصير؟ نعكس الإشارة تصير less than less than negative 1 إذا هذه من سالب ما لا نهاية إلى سالب 1 دكتور نعم مو موجود هو يساوي أو يساوي إذا أو يساوي تصير كلها أو يساوي تصير هنا تسكر إذن what is the solution هي union of the two إذن من سالب ما لا نهاية سالب واحد closed union من 13 over 3 إلى ما لا نهاية متفقين؟ خلصنا نعطيكم مثالين اخرين اللي هما special cases اللي هما على طول تعطي الحل مثلا اذا اعطاك absolute value of 3x plus 5 less than or equal negative 2 شو تقول له هنا solution؟ من هنا هنا double inequality ولا two inequalities double لا مو inequality دكتور هذه solution double لا هذه على طول فاي قلنا مستحيل تكون سالبة لأن مستحيل تكون أصغر من سالب اثنين زين هي أصلا موجبة معناها ما تكون distance negative فهمت إذن هذه على طول تقول فاي ما تحتاج حل هذا متفقين؟ شكلكم ما فهمتوها لا لا متفقين أوكي absolute value is always positive هو minus 2 هو أصلا أصغر من الصفر معناها كيف تطلب من absolute value أصغر من سالب 2 اللي هو negative ما يصير إذن هذه مستحيلة طيب يا دكتور كان greater than or equal إذا كان greater than شي يصير متى absolute value أكبر من negative 2 بالطبع هي positive دائما so this is always 2 so هذه R okay. إذا أعطاك عدد سالب في الحد الثاني وعندك absolute value في أحد الحدود وعدد سالب في الحد الثاني direct ما تحتاج أي حل direct تقول له يا not possible يا always true أوكي هذه الحل على طول ما تحتاج خطوات you have directly the answer كيف دي مفهمته لأنه القيمة المطلقة موجبة إذا بما أنه موجبة Of course راح تكون أكبر من سالب 2 وراح تكون أكبر من سالب 10 وراح تكون أكبر من كل العدد السالبة فهمت؟ لأنه أصلاً it is positive لأنه مسافة مش ممكن تكون سالبة المسافة كيف جدي يا دكتور؟ نعم جدي يا دكتور جدي مالي R لأنه بطبعها قيمة مطلقة أكبر من عدد سالب Of course دايماً قيمة مطلقة أكبر من عدد سالب هي أكبر من الصفر أصلاً يعطيك العافية فهمت؟ هذه قيمة مطلقة أصغر من عدد سالب مستحيلة أكبر من عدد سالب Always أكبر من عدد سالب هي أصلاً أكبر من الصفر واضح يا دكتور